اسمي محمد أبو النجا، خريج فنون جميلة اسكندرية والدكتوراه من اسكندرية جامعة اسكندرية، وحصلت على أول منحة من الجبان فاونديشن سنة 96، ومن ساعتها في علاقات يعني تبادلية وخبرات مع اليابان، خاصة مع السوبرفايزر اللي هي إيبا كيوكو، فنانة يابانية شهيرة، وعملنا معارض شخصية ومعارض معاها في القاهرة وفي اليابان. مثلت مصر في بينالي فينيسيا سنة 2002، وحصلت على جائزة بينالي الأسكندرية 2001، وكنت كيريتور بينالي الأسكندرية 2009-2010. بينالي فينيسيا بيعتبر نقطة مهمة في حياتي. 2002 حصلت على يعني علاقات جيدة جدا، وكان يعني علاقة قوية مع فن العمارة، خصوصا ان كان بينالي العمارة 2002 مع الدكتور علي جابر وعمرو عبد القوي وكريم كسيبة، ودي يعني كان لها فايدة كبيرة جدا جدا في تجربتي وعلاقة الفن في العمارة والفراغ واحساس بالفراغات والسبيس اللي موجود. تخصصت اكتر في فنون الورق اليدوي، وكان موضوع اللي بيشغل دماغي دايما خاصة الورق المستخرج من النباتات زي قشر الرز، زي البردي، زي الكتان، زي الرز، زي القمح، زي ورد النيل، شجر الموز، كل ده بيطلع منه أنواع مختلفة من الفايبر. بعد كده مع دراستي العلمية لأنواع الورق وأنواع الفايبر اللي بيطلع من النباتات ديت، قدرت أعمل باليتة جديدة اللي هي الباليتة اللي أنا بغزل بيها الأعمال بتاعتي والشغل بتاعي حسب الكونسيبت وحسب التعبير اللي أنا حابب يعني أحققه في شغلي، وده اللي أنا بشتغله وبحاول أنجزه لحد الآن. مهتم في شغلي جدا بالتجريب، شغلي قايم على عمل تجريب في الفيديو آرت. أخذت الجائزة الأولى في مهرجان الدانوب، يعني أشبه بمهرجان زي مهرجان كان كده للفيديو آرت. أنا حصلت على الجائزة الأولى، فيلم شوارع القاهرة أو القاهرة 11. كمان بدخل الفوتوغرافيا، بعمل ميكس ما بين الفوتوغرافيا والورق، بدخل خامة الإزاز. كان في معرض المية والنار اللي هو انصهار الإزاز بالنار والورق هو بالمية، فعملت كان معرض وعلاقة ما بين المية والنار. أنا أشتغل بفكرة المشاريع الفنية، يعني زي مشروع المحارب كان قبله مشروع الأسد، وكان وشيال التبن، دي كلها يعني بيبقى فيه فكرة مسيطرة وبشتغل تحتيها وبشتغل معاها بخامات مختلفة، سواء فوتوغرافيا أو الورق أو الفيديو أو الفوتوغرافيا أو الميكس ميديا بشكل عام. ودينا بنحاول يعني بس هو ده يعني.